قد يحدث الكثير في دقيقة على ويكي، مثل كل 60 ثانية في مشاريع ويكيميديا، أو حتى الوقت المستغرق للإجابة على سؤال: ما هي حركة ويكيميديا للمعرفة الحرة؟ ربما تعرفون ويكيبيديا، الموسوعة الحرة التي يمكن للجميع تعديلها، لكن هل كنتم تعرفون أن ويكيبيديا هي فقط واحدة من 14 مشروعاً مفتوح المصدر تقدمها حركة ويكيميديا العالمية؟ الحركة تتكون من منظمات مثل مؤسسة ويكيميديا والتي تدير المشاريع، أكثر من 140 جهة تابعة مثل ويكيميديا أوكرانيا وأفرو كراود والتي تدير النشاطات المتعلقة بمنطقة محددة أو موضوع بعينه، وبالطبع هناك ما يقارب 300,000 متطوع يسهمون بالعمل على هذه المشاريع مثلكم. الحركة لديها مفهوم بأنه يجب أن يتمكن الجميع من الوصول إلى كل المعرفة البشرية، وبأن جميعنا لدينا شيء لنسهم في بناء وصنع معرفة العالم. نحن معاً نقوم بأكثر من مجرد كتابة أو مشاركة أو تعديل المعلومات، نحن نطلق المعرفة، وهذه هي حركة ويكيميديا في دقيقة واحدة.